مناطق الجنوب بشكل عام اغلبها مناطق جيو فقر واقل حظ، صار لها 20 سنه. طب وين الخطط؟ وين الحكومه؟ وين؟ بالنسبه لنا احنا مشينا 99 خطوه، فقدنا الثقه في مجلس النواب، فقدنا الثقه في الحكومه، فقدنا الثقه في رئيس الوزراء، فقدنا الثقه في كل الناس، تمام؟ الان الخطوه 100 هي، ايش هي خطوه 100؟ اللي هو الديوان الملكي، ما بعد الخطوه 100 100 صح؟ ما في بعد خطوه الا خطوه 101 101 101 خطيره جدا، وهي قنبله موقوته الشباب يا اخوان، قنبله موقوته. احنا جينا عمان لحتى الناس تعرف انه في ناس في الجنوب لسه عايشين، وفي احنا ناس جايين عبر عن الواقع اللي احنا فيه، ليس الاشخاص اللي بيجوا وما يمثلوا غير نفسهم، تمام؟ احنا اللي هان موجودين ما فينا لا واحد ابو نائب ولا كان نائب ولا نفكر انه ينزل نائب حتى. احنا كل هدفنا نيجي كمواطن اردني الي حقوق بدي اخذها. ابسط حقوق الي فيهن وظيفتي. انا مش مجبور اني اشحد عشان اكل لقمه عيش. نمنا في الشوارع وتحت المباني على المطر. نمنا على الشارع تحت الجسر تحت الجسر تحت الجسر تحت الجسر تحت في المي. نمنا في الشارع يا رجل، احنا عيال معانا العز يا رجل، نمنا في الشارع يا زلمه، اكثر من هيك في شيء. انا وظيفي نتعين 200 ليره في البلديه موافقين، انا اول واحد بلبس وبنزل اخدم بلدي. كلنا ننزل. انا مستعد اليوم اداوم شهر ثاني ببلاش، بس اني اتعين في النهايه. ضمان بدنا، تأمين بدنا، هسه أي واحد فينا لو يقع بده يروح على مستشفى، أول ما بقول لك تأمين ما معاه بدك تدفع 50 ليرة، ولا واحد هانا من اللي قاعدين معاه 50 ليرة. مستعد حارس في مديرية الأشغال 300 ليرة، أو حارس في الزراعة، أو حارس في التربية، مو شرط إنه في الطاقة أو في الشدية، أنا بدي 250 راتب شهري، آكل خبز بس غير هيك ما بدي. يعني الواحد إذا ما أعطته فرصة الحياة انه يكمل تعليم يضيع خلاص، ما ينعد مع هالبشر، يظل متشرد في بلده. بكره اذا بيصير شيء وبخونه لا تقولوا العالم خون، لا تقولوا الناس زعران، هذا العالم جاي تدور على ايش؟ اقل واحد هانا له خمس ست اخوان، لا ام لا اب ولا اخو، قاعدين هانا ما راح نروح من جاي، بدنا نشتغل، شغلونا. عشان ندفع كهرباء وندفع مي ونشتري ونلبس وناكل وندفع دار البيت، ما في 32 سنه 89 ولا قيد ابيض. رقم الوطني بعطيك اياه وسجل ودق، بدنا نشتغل. ما بدنا مكاتب زي ما بقولوا الشباب بدهم مكاتب وظلوا قاعدين، ما بدنا مكاتب، ما بدنا وزارات، ما بدنا عطاءات، ما بدنا يعينونا مستشار عشائري وانت ما بتعرف اصلا الاداره تبعت شركتك. احنا مستعدين نشتغل عمال وطن. عمال وطن بنشتغل ما في مشكله، المهم انه تامين يحواك اذا بتمرض، ضمان اجتماعي، راتب، بس بدنا ناكل، ما بدنا نموت من الجوع. بس ما بدنا نموت من الجوع. بس هذا مطلبنا. هم مكاتب، تفرج على اشكال، مد الطينه كيف اكلتهم، لد المي، تفرج، وجه الكاميرا وتفرج شوفهم، هذول عندهم مكاتب ولا جايين يشتغلوا؟ يلدوا مكتب ما بيظل في الطين وفي الوحل زي هيك قدام الناس. لما تلد تلقى ابو 80 سنه و90 سنه من منصب لمنصب. وانت حقك ضايع، هونت الشباب والشباب والشباب. ارفع راسك انت اردني، ليش ارفع راسي اشوف العسكري وهو جاي على دوام وبيطلع باربع خمس تريلات على الطريق؟ هذه كرامه مواطن وكرامه حر وشريف. وين الكرامه؟ الكرامه لما تكون في بيتك عند عيالك، لما تكون في وظيفتك في شغلك، تمرض بتلقى تامين، هذه الكرامه. جلالة الملك ما يرضى ان ابناء شعبه يبيتوا على الرصيف، ما حد يسال فيهم، مسؤولين نايمين جوا على الكونديشنات وابناء الشعب على الرصيف نايمين، ذبحهم البرد. المطر فوق روسهم امس، من امس نايمين هنا يذبحهم البرد. الشعب استوى امبارح معانا شباب على الساعه 3 وهي بتمطر والجو برد زي ما انت شايف، في معانا شب داخ، لا الاسعاف جاء بعد ساعه يا رجل، بعد ساعه اجا. احنا عدم المؤاخذه، وين الانسان اغلى ما نملك؟ وين؟ احنا عدم المؤاخذه متعلمين ومعانا شهادات ومعانا فنيين ومعانا خبرات ومعانا كل شيء. لولا الواتساب والفيس واللي قاعدين بنصوره احنا ما ناس داري عنا، والحين ما ناس داري عنه، للناس بوصل دائما بوصل المسؤولين اللي فوق الوضع تمام وبخير. لا يا عمي مو وضع ولا خير ولا ايش، والله الشعب ماكل هواء، قرب ينفجر، قرب ينغضر. احنا شباب عمرنا 25 و26 ل 30 سنه، والله بنفكر في الموت كل يوم خمس ست مرات. بعدين انتم يا عمي بتعطوا اذا انسان عليه قيد واحد قبل 10 سنين خلص تسكر الحياه في وجهه، بده يظل يحاسب عليها مدى حياته؟ يعطيه فرصة وفرصتين وثلاثة. ابن الغني بيشتغل وابن الفقير وابن الوزير وزير،
وابن التعبان بده يضل تعبان طول عمره. هذول اللي هم مستفيدين، اما الشعب اللي زي هذا اللي لا له وزير ولا له قرابه ولا له نائب، ما ناس داري عنه. موت الله لا يردك.